بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو ده يا جماعة طلب مني كذا مرة، وطبعا أنا بعتذر جدا عن التأخير، تمام، لأن ما كانش في عندي جهاز أعمل عليه أشرح عليه الفيديو. كل الناس ما بتيجي تركب في الوش الميني نظر ده بيعمل معاها زنة ووشة في السماعات، توطي الصوت تعلي الصوت بيعمل معاك وش. يعني أنت مثلا بتركبه في تسجيل مسجل عربية أو مسجل بيت أو أي عامة دايرة صوت، تلاقي جايب زنة. بصوا كده الزنة ديت، انا موصله على السماعه الكبيره عشان اوريك الزنه عاليه عشان تسمعها قوي. سامعين؟ طبعا الزنه واضحه في الفيديو على الاخر. طيب هنقفل كده الباور. كده عندك الثلاث اطراف دولت، دولت خارج الصوت، والسلكين اللي هم مواعد دولت، ده دخول للكهرباء بتاعت الايه؟ الكهرباء بتاعت الوش الليدر، كان 5 فولت او 12 فولت، ولو وصلت له لحد 15 فولت بيشتغل معاك برضه، يمكن ازيد من كده بشويه، لان في هنا الجلوتر 78.05. كل اللي انت تعمله، هو في ثلاث طرق، بس انا عامل لك اقوى واحده فيهم لان هي اللي بتجيب من الاخر، تمام كده؟ طيب انا دلوقتي ده الجلوتر اهو، تمام؟ ده الجلوتر، ده ارضي، الهيت سينك بتاعه ده ارضي، وده موجب ال 12 فولت، وده الخارج بتاعه اللي هو 5 فولت، تمام؟ يعني هنا ارضي، وده ال 12، وده الخمسة. كل اللي احنا هنعمله هنجيب مكثف 4700 او 2200، والافضل يكون 4700، تمام؟ ما عندكش هتركب 2200 ميكرو على 25 فولت، تمام؟ هنركب الارض هنا والموجب مع الموجب هنا، او لو انت مش هتعرف تلحم في الجنبين دولت هتقوم جاي على مدخل التيار ده الفيشه ديت، وهتقوم مركب المكثف هنا، الارض مع الارضي والكهرباء مع الكهرباء، تمام؟ يعني بالشكل ده، ده المكثف هو سالب، وجنب السالب ده الموجب، هنقوم جايبين الموجب مع الموجب كده، هنعرض السلك ونوصله، والسالب مع السالب كده، تمام؟ تعرف تلحم هنا عشان الاماكن هنا يعني حاجات هنا دقيقه شويه. هقوم الحاملين بالمنظر ده، بصوا كده الأول لما أجربه لكم، تمام كده شغال أهو، اسمعوا الزنة كده، ده سالب أهو وده الموج. هنجيب السالب ده مع الأرض زي ما قلنا، اسمعوا كده الصوت، ما عادش فيه أي زنة ولا أي وش في الجهاز خالص نهائي، تمام؟ أفصل تاني، تمام؟ اوصل تاني السالب اهو اللي هو المتعلم ده، ده السالب، السالب مع السالب ده هو هيكل السيت سينك ده بتاع التبريد. اوصل السالب مع السالب والموجب مع الموجب اهو، الصوت صافي جدا و100%. طيب واحد هيقول لي الجهاز مش شغال، طب ثانية واحدة هركب لك فلاشة عشان تتأكد ان الجهاز شغال معايا، بس المشكلة في الأغاني مش عاوز عشان حقوق طبعا نشر. USB driver mode. تمام كده شغال اهو. طيب انا هوقف الاغنيه ولغايه ستوب كده، موقف الاغنيه اهو، ولو عليت الوقت كده الزنه اهي، تمام؟ ده السالب اهو وده الموجب اهو، الزنه راحت معاك خالص بدون اي مشاكل، والجهاز يبقى شغال، الصوت رايق جدا 100%، تمام كده؟ كده انا لحمت اهو اهو، الارض بتاع المكثف مع الارضي بتاع الريجوليتور، والموجب الدخل اللي هو 12 فولت لحمت الموجب بتاع المكثف عليه، تمام؟ هنجرب كده دلوقتي، اوديو ان بوج، وقف الاغنيه طبعا عشان هو طبعا نشر كده، علنا الصب على الاخر اهو. أعوذ بالله من الشيطان. أهو أنا كده موقف الأغنية، عامل ستوب وعلي، مفيش أي مشاكل، أوطي على الآخر مفيش أي مشاكل، تعلى على الآخر مفيش أي مشاكل. يا رب يكون المعلومة وصلت، وأشوفكم على فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.